لكن كابتن ماهر برضو في اطار كل اللي بيحصل ده، يعني انا شايف، وانا اسف يا جماعه، بس انا شايف ان على تويتر ناس بتقول لك الدوري يا جماعه احنا محتاجين 6 نقاط من 6 نقاط. الموضوع ما زال في ايد النادي الاهلي، والموضوع سيظل في ايد النادي الاهلي، والموضوع سيظل في ايد لعيبه النادي الاهلي او في ارجل لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، لانه في النهايه انت محتاج 6 نقاط، عندك 74 نقطه، انت محتاج 6 نقاط. من سيصل الى نقطه 80 هو يعني لغايه دلوقتي من سيصل، خصوصا النادي الاهلي لازم يصل الى نقطه 80 ومحتاج 6 نقاط. عندك مباراتين، مباراه المقاولين العرب ومباراه الزمالك، الاثنين لازم تكسب المباراتين وتاخد ال6 نقاط. الموضوع ما زال في ايد لعيبه النادي الاهلي، الموضوع لسه بنتكلم فيه وهنتكلم فيه. انا مش عايز الناس تبقى عندها احباط وعندها طبعا من حق كل الجمهور انه يشوف ان النهارده كان من الممكن جدا زي ما نجومنا بيتكلموا عن تحليلهم في المباراه، كان سهل جدا ان انت تكسب هذه المباراه لولا اضاعه الفرص ولولا التمركزات الدفاعيه السيئه اللي دايما دايما، يعني اسامه قبل المباراه مش مثلا من اسبوع ولا من شهر، قبل المباراة قال يا جماعة محتاجين ياسر وأيمن أشرف يقفوا بشكل جيد في النواحي الدفاعية. كابتن بلال وكابتن ماهر اتكلموا على النواحي الهجومية، إن محتاجين إن احنا نركز على عدم إضاعة الفرص، لكن ما زال قدامنا 6 نقاط. لازم بقى لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني أكيد طبعا هم عارفين قبل مننا إن هم محتاجين أو احنا محتاجين يا كابتن ماهر يا كابتن أسامة كابتن بلال إن احنا ناخد ال6 نقاط، وهنظل في ظهر فريق النادي الأهلي، وهنظل ندافع عن النادي الأهلي، وهنظل نقف خلف فريق النادي الأهلي، لأن هو ده واجبنا وده جمهور النادي الأهلي. بالمناسبة جمهور النادي الأهلي من حقكم تزعلوا، من حقكم إن أنتوا تعرفوا أو يعني تقولوا الزعل اللي عندكم من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا دايما بنشارك حضراتكم في هذا الموضوع، ولكن في يا جماعه لسه في مباراتين محتاجين ان احنا ناخد ال6 نقاط، بعد كده هنشوف احنا ممكن نعمل ايه، لكن دلوقتي يجب ان يكون هناك مسانده كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي مهما كان. بقى احنا لسه بكره هنشوف قرارات مجلس الاداره وقرار الكابتن خطيب مع الكابتن سيد مع مستر مارتن لاسارتي هيعملوا ايه في موضوع المؤجلات، هنشوف هيعملوا ايه وهنقف في ظهر الفريق. هو ده اللي لازم يحصل خلال الفترة اللي جاية، عندنا 6 نقاط، ما زال الدوري العام في أرجل لعيبة النادي الأهلي، فمن فضل حضراتكم نبرة الإحباط ونبرة التشاؤم مش هي جمهور النادي الأهلي اللي بيعملها، خدوا بالكم إن في بعض من الناس بترمي حاجات في النص، خدوا بالكم من الكلام ده على السوشيال ميديا، أنا بتكلم على السوشيال ميديا، فمن فضل حضراتكم لسه 6 نقاط، لازم الكل يساند النادي الأهلي، لأن ده دورنا كجمهور وكقناة. احنا دلوقتي بنعتبر من الجمهور ودايما بنتكلم بلسان الجمهور، فدورنا دلوقتي ان احنا نساند الفريق ونشوف ان احنا مش عايزين اي حاجه خلال الفتره اللي جايه غير ان احنا ناخد